بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه رينو ميغان 2.5 دي سي 1.5 دي سي، فيها مشكل في التراج، يعني في ما عندهاش قوة في المشي، كل ما يكسيلاري يعني كل ما ينزل على الاكسيلاتير ما تجاوبوش، تمشي يعني تحسها رزينة وعندها صعوبة في المشي. طبعا جاني هو كلمني هنا، جاني قال لي بالله خليك شوفها لي، قلت وراني ما نصلحش، قال لي بالله شوفها لي بركه وكهو. كي شفتها حسيت اللي عنده التربو ما يمشيش، حسيت التربو ما يحلش، يعني جربتها اكسلريت التربو غاطه مش ما يمشيش. طبعا اذا كان المشكله في تكون الكهرباء غاطه، كان في البنزينه راهي الاغلبيه ما ضخت البنزينه، وكان في الديزل يا اما تلقاها في الديبيماتر اللي هو هذا، يا اما تلقاها في الكابتير هذا نتاع التربو اللي هو هذه المسؤول على تشغيل التربو. فطبعا انا عندي ما نشك في القطعه هذه، ديما نشك فيها، هذه ديما نشك فيها، لان هي فيها تعمل مشاكل برشا، وما تخرجش احيانا في الديكونسيك لانها ما تشدش صحيح، هي تجي فترات وتمشي على روحها ما تقعدش، ففي الديكونسيك ما يفسخها معاش ترجع، لكن في الثنيه تعملها له. جبت كعبه اخرى من عندي انا وركبتها وعطيته يجرب فيها، الحمد لله لا باس، يعني ما عندوش حتى اشكاليه تو. خدم لنا روحك اسمه محمد، محمد ايش كيفاش سالك دي بغيت محمد؟ ذي معناها كما قلت لك التيربو تحسه ما عادش يزفر الكهرباء رزينه في صعده، حتى باش تطلع بها في صعده ولا كذا لازمك تطيح لها فيتيس، ما عادش تطلع كما قبل، ما عادش تلانسي الكهرباء تنزل افون، ما فيهاش تيراج ما تجاوبش. هكا اش قالوا لي؟ قالوا لي راهو ترومبا نتاع مازوت، معناها لازمك ترومبا نتاع مازوت. حتى واحد ما قال لك راهو من الكابتر هذاك نتاع هذا الكتروفان؟ لا لا، قالوا لي فما شكون قال لي راهي مشكله الكترونيك، معناها ما عرفهاش منين، معناها قال لازم يتبعها ولازم. وتو بعد ما قلت لك بعد ما ركبتك هذيك شنو رايك في الكهرباء؟ لا تبارك الله رجعت كيما العاده. هذا فرحان والحمد لله. لاباس الحمد لله. هم شنو اللي قالوا له؟ قالوا له عندك القطعه هذه، ريتها المضخه هذه، المضخه هذه هي قالوا لها ضعيفه. طبعا هم يعني هو شنو العمليه اللي ما عندوش باش يجرب. هي خاطر سامحني في الدياجنوستيك طلعت له، معناها في الدياجنوستيك طلعت له مشكله في الترومبا، معناها بومب انجكسيون ديفو، بومب انجكسيون هذاك عليه قال لي راي. وانت شوف انت شفتها ولا هو قال لك؟ هو قال لي. وباش عرفها؟ وباش عرفها؟ بالدياجنوستيك، عمل دياجنوستيك المره الاولى، الثانيه ما طلع له شيء، في الثالثه ولا في الرابعه قال لي هاو تو طلعت لي البومب انجكسيون. وكان تبدلت بومب انجكسيون ورجعت له ديفو، هو باش يعمل مسكين؟ هيك المشكلة، هم اللي يعملوا الدياجنوستيك ريتهم ما همش مسؤولين على اللي باش يعملوا انت. يعطيك الصحة. هو يقول لك برا اعمل لك، وبعد ثاني يقول لك لا راه فما حاجة أخرى. ما همش أما كان هو جاي يفهم وعنده قطع غيار مثلا، هو عنده كي تحسها تسمعها كون التربو مش قاعد يحل، هو بيدو مرة كرهبة فاق اللي التربو مش قاعد يحل، هو يعني حتى ما يفهمش مسكين وما عندوش خبرة بالميكانيك، فهم اللي التربو ما يحلش. هو زاد عاوني حتى على المشكل، قال لي راهو يا عم مختار نحس في التربو ما يحلش، فهمتني؟ انا طول وقت قال لي حس في التربو ما يحلش، طول هذا والله تو نسيت حتى اسمه، الكابتير نتاع الالكتروفان كابتير ديبريسيون هذا نتاع نتاع التربو اللي هو فيه دريت ياخذ الهواء من البومبا فيت باش يحل، ودريت يمشي التربو. وطبعا فما عنده هنا هذا كابتير الداخل يقرا البريسيون نتاع الموتو نتاع الهواء نتاع التيربو، يفتح يسكر ولا يحل. طبعا بعد ما تجيه المعلومات من الكارطه، وعندك هذا اذا كان هو فاشل في الكياس الكبير، في الثنيه الكبيره تلقى الديبيمتر، هذا الديبيمتر يسموه، وهذا الالكتروفان نتاع التيربو. طبعا العمليه ساعات تبدا سهله، انما مسكين اللي ما عندوش باش يجرب، هيك المشكله وين اللي يعني اي واحد عنده ديجنوستيك وما عندوش قطع غيار باش يجرب بها راهو زايد يسكر افضل. ان شاء الله تنفعكم حاجه كيما هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.